قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. مرحبا بكم في بداية سنة جديدة ومرحلة جديدة من مراحل السير إلى الله عز وجل، وأسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، وأن يصلح نياتنا فيما نأتي وما نذر، وأردنا أن نحسن إليكم في هذه السنة لأن السنة الماضية كان فيها متغيرات كثيرة، فغيرنا تقريبا كل المدرسين حتى يكون ما مضى من السنة الماضية نافلة، ويعني ولهذا تغيرت المواد، صار يعطيكم في كتاب التوحيد مدرس آخر، في الفقه مدرس آخر، في يعني بقية المواد أظن على نفس النسق. والسؤال الذي يطرح نفسه أن الوقت يعمل فينا، هل نتم ما أخذناه؟ منهج الفقه طويل في السنة الثانية، هو أصعب منهج، الثالثة ربما أسهل من الثانية والأولى أيضا أسهل، عندك فقه البيوع ويعني ما بعده إلى آخر المواريث، فهل نتم مضى ولا نبدأ من الأول؟ لأن السنة الماضية كانت الهمم فاترة والعزائم خائرة، أنا متوقع الجواب هكذا توقعت. طيب نبدأ من الأول، لمجرد أننا بحاجة أن نبدأ من الأول، ولا نبدأ من الأول بطعم جديد وروح جديد وهمة جديدة ونية جديدة، وعند الامتحان يكرم المرء أو اتفقنا أو يصان، كيف يصان؟ طيب على هذا الشرط ممكن نبدأ من جديد، شرط ان احنا يعني نجتهد ونبذل ولا نتخلف عن درس، واذا حضرنا الدرس نراجعه حتى يعني نستفيد، لان الحقيقة يا اخواننا ان العلم أمانة، وأمانة العلم تقتضي بالذات في الأبواب الجديدة ان تبذل فيها وتجتهد، وإذا حصل البذل والاجتهاد والتنافس نشط، وإذا نشط أنت نشط أنا، فيعني جاء الفتح، وإذا لم يحدث هذا حصل الخمول والكسل، وبالتالي يموت المدرس أيضا بسبب الطلاب الميتين، والموتى يبعثهم الله، فاتفقنا نحن نكون يعني أحياء. طيب إذا بداية الدرس من كتاب البيع كذلك، نقرأ أنا في العادة التي سنسير عليها إن شاء الله في كل درس، سأعطيك يعني مفاتيحها وخلاصته مبدئيا في نقاط إن شئت أن تسجلها أو تسجل أهمها أو ما تحتاج إليه منها، ثم بعد هذا نقرأ الدرس ونشرح الكلام معتمدين بعد الله على ما تقدم من الديباجة التي فيها كما سترى مثلا في الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شوف هات
قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. لو تأملت ما تقدم، انتهينا من كتاب العبادات، وكأن المصنف شرع في المعاملات بعد العبادات، وبدأ المعاملات بالبيع لأنه يتوقف عليه مصالح البدن، ومصالح البدن من الضرورات الخمس: حفظ الدين. الشريعة جاءت بالضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فهذا يعني وجه إتباع العبادات بالمعاملات، وجه بدء المعاملات بالبيع. والحقيقة أن تشريع البيع من محاسن الشريعة، لأن الإنسان عادة يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا. الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالظلم والقهر والغصب وهذه المعاني غير المشروعة، أو بالبيع، والبيع معنى مشروع كما سيأتي في تعريفه. أيضا تشريع البيع من شمولية الشريعة، حيث تنظم الشريعة العلاقات بين الخالق والمخلوق، هذا في باب العبادات كما تقدم. وتنظم الشريعة العلاقات بين المخلوقين بعضهم وبعض، وهذا في المعاملات والتي منها البيع. ولهذا أطول آية في القرآن آية الدين، وآية الدين في الحقيقة متعلقة بيعني أبواب البيوع كما سيأتي. ولهذا يخطئ من يقول من غير الموفقين أن النصوص لا تفي بحاجة الناس، رمتني بدائها وانسلت، هم ظنوا أن كل سوداء تمرة، جماعة الغربيين الذين لم يبقى عندهم تشريع ولم يبقى عندهم يعني من دينهم شيء إلا بعض المعاني العامة، ظنوا أن كل الشرائع هكذا. لكن شريعتنا محفوظة وفيها وفاء بكل حاجات الإنسان في دينه ودنياه، فالصواب أن الشريعة وافية كل ما يحتاج إليه الإنسان، إما نصا وإما تقعيدا، يعني ما ليس فيه نص فمن القواعد الشرعية ما يعني يغني عن وجود النص. قال: كتاب البيع. والبيع في اللغة اشتقاقه من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد باعه للأخذ والإعطاء، والباع قدر مد اليدين، لما تفرد يديك هكذا فما بين أقصى يدك اليمنى إلى أقصى يدك اليسرى، هذا يسمى باعا. ويحتمل في اشتقاقه أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع أيضا صفقة كما ذكره صاحب المغني. إذن هذا أصل اشتقاق البيع في اللغة. والبيع والشراء من أسماء الأضداد في اللغة أيضا، أسماء الأضداد يعني يذكر البيع بمعنى الشراء والشراء بمعنى البيع، كما في قصة يوسف: وشروه بثمن بخس، شروه بمعنى باعوه. وفي حاشية الصاوي على الدردير: لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل، وهي أفصح، واصطلح عليها العلماء تقريبا للفهم، هذا الذي يعني نفهمه الآن، إن باع يعني أخرج من يده السلعة، واشترى يعني أدخل يعني إلى نفسه. قال: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. مصنف دائما في كل باب كما تعودنا يذكر يعني دليلا على هذا الباب. طبعا تشريع البيع ثابت في الكتاب والسنة والإجماع
والنظر الصحيح أيضا. أما الكتاب فمن الآية التي ذكرها وأحل الله البيع، وأما يعني من السنة جملة من النصوص، منها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الحديث. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على جواز البيع الصحيح بشروطه، وأما النظر يعني القياس الصحيح فكما أشرنا قبل قليل أن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، ولا سبيل لأخذه إلا بالوسائل غير المشروعة كالظلم والقهر والغصب أو بوسيلة مشروعة، فشرع الله لذلك الوسيلة المشروعة اللي هو البيع، ولهذا عرفه قال: والبيع معاوضة المال بالمال. هذا المعنى الاصطلاحي للبيع، لكن معاوضة المال بالمال في الحقيقة ذكر أهل العلم إن هذا تعبير قاصر. لماذا تعبير قاصر؟ إنه يدخل فيه معاني أخرى غير البيع، فالهبة معاوضة مال بمال، والقرض كذلك، ولهذا لابد أن يكون التعبير جامعا مانعا. ولهذا استحسن بعض أهل العلم، أظن الشيخ الثالوث له كتاب جيد اسمه فقه البيع والاستيثاق، في مجلد أو في مجلدين، هو نفس الكتاب، لو اشتريته واستعنت به في هذه الأبواب استفدت كثيرا. الذي اختاره الشيخ الثالوث من التعريف ما اختاره بعض الشافعية، وهذا تعريف أقوى في البيع، قالوا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد بقصد الاكتساب. لو هتكتب يعني عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد بقصد الاكتساب، هذا أحسن من لو قلنا معاوضة مال بمال، من تعبير مجمل. عقد معاوضة، المعاوضة خرجت الهبة، فإن الهبة معاوضة مال بمال، لكن الهبة ليس فيه معاوضة، فإن الهبة ليست يعني فيها أنت تعطي الهبة ولا تقصد أن تأخذ مكانها. مالية يقصد يخرج منها النكاح، فالنكاح أيضا معاوضة على البضع. تفيد ملك عين، ملك عين يخرج بها الإجارة كما سيأتي، أو منفعة على التأبيد أيضا يخرج منها الإجارة بقصد الاكتساب، حتى يخرج القرض ويعني مقابلة الهبة بالهبة. إذن هذا التعريف الاصطلاحي من أقوى التعريفات. والبيع معوضة المال بالمال. طيب كيف ينعقد البيع؟ ينعقد البيع بصيغتين، لاحظ الأبواب دي مهمة جدا. بعض الناس يقول: وما حاجتنا؟ وما حاجتك؟ هل في أحد رجل أو امرأة لا يبيع ولا يشتري؟ بلغنا أن بعض النساء تقول: وما لنا بهذه الأشياء؟ ما لنا بالبيوع وما لنا بال... لكن أنت تبيعين وتشترين، لابد أن تضبطي ما يجوز وما لا يجوز. ولهذا ينعقد البيع بصيغتين، قولية وفعلية، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية عبارة عن إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. الإيجاب يعني أن يقول البائع مثلا: بعتك هذه السلعة بكذا، يقول المشتري: قبلت شراءها. هذا معنى الإيجاب والقبول. والجمهور أن الإيجاب يكون من البائع وأن القبول يكون من المشتري، خلافا للأحناف. الأحناف قالوا الإيجاب من المتقدم اللي يبدأ هو الموجب، فقد يبدأ المشتري يقول: بيعني هذه السلعة بكذا، فيقول البائع: أجبتك، فيكون الإيجاب للمتقدم. والحقيقة أن عندنا قاعدة هنا مهمة، وهي اعتبار العرف في هذه الأبواب. إحنا أن خرجنا من أبواب العبادات التي قضينا فيها السنتين الماضيتين، يختلف باب العبادات عن باب المعاملات. في العبادات يلزم اللفظ، لأننا كنا نقول العبادات أمور توقيفية، في المعاملات
لا يلزم اللفظ، لأن العبرة فيها بالمعاني وليست بالألفاظ. فأمر المعاملات أوسع، ولهذا يعتبر فيها العرف، يعتبر العرف، عرف الناس، عرف البلد، عرف المكان والزمان. إذن هذه إحدى الصيغتين، الصيغة القولية لانعقاد البيع. هناك صيغة أخرى فعلية وهي مشهورة، الصيغة الفعلية لانعقاد البيع اللي هي المعاطاة. المعاطاة مفاعلة من يعني طرفين، سواء كان من أحد الطرفين أو من كليهما، وعليه بيع كثير مما نفعل. هو أنت لما بتروح تشتري الجريدة تنتظر حتى يأتي صاحب الجريدة يأخذ مثلا الأهرام، يقول لك بعتك هذه الجريدة بجنيه، تقول قبلت هذا البيع، وتعطيه الجنيه وتأخذ منه. ولا وانت نايم وهو قاعد وسايبك، انت بترمي الجنيه وتأخذ الجريدة، اللي بنسميه ايه؟ ما فيش هنا إجابة ولا قبول، ولا في صيغة قولية، وإنما هذه تسمى المعاطاة، وكثير من البيع يحدث بالمعاطاة. إذن ينعقد البيع بالصيغتين، إما الصيغة القولية الإجابة والقبول، وعادة ما تكون في البيوع الكبيرة، واحد اشترى عمارة أو عقارا أو أرضا أو سيارة، تحتاج بقى للإجابة والقبول والشهود وهذه القضايا. وكثير من الأشياء اليومية الدارجة يعني يتم فيها البيع بالمعاطاة. معروف ان الجريدة مثلا بجنيه، وان الرغيف بكام، يختلف نصف جنيه ولا بخمسة قروش. انت في كل الاحوال بالمعاطاة، تعطيه كذا ويعطيك كذا. اذا يصح انعقاد البيع سواء بالصيغة القولية إجابة وقبول، او بالصيغة الفعلية المعاطاة. فقط هذا؟ لا، قالوا ينعقد البيع ايضا بوسائل أخرى، بإشارة الأخرس. واحد أخرس ما يتكلم، إشارته في معنى الكلام، ما دام إشارة مفهمة. ينعقد البيع أيضا بالمكاتبة والمراسلة، وفي معنى ذلك الوسائل الحديثة، البرق والتليكس والفاكس والهاتف والنت وكل ما يتصور من ليه، لأنه في الحقيقة هذا نوع من الإجابة والقبول، لأنه يكون انعقاد العقد هنا عند وصول الإيجاب إلى الطرف الموجه إليه. أنت يجيك على النت كده على الشاشة، بيعني هذه الأرض التي في مكان كذا بكذا، بدأ إيجاب، فأنت ترد عليه تقول له إيه، أنا غير موافق، ما تمش البيع، أو تقول له قبلت، يبقى صح هنا البيع. يعتبر هذا في الحقيقة نوع من التعاقد الحاضر من الطرفين، يعتبر حضورا حكميا، وإن كان أحدهما في قارة والآخر في قارة أخرى، لكن يعتبر حضورا حكميا، حتى لو كان يعني أحدهما لا يرى صاحبه. وقد أفتى بهذا مجمع الفقه بجدة، ويعني مجمع الفقه بالمؤتمر الإسلامي أيضا. على كل حال، مما يتعلق أيضا بهذه المسائل، فضيلة البيع والتجارات، هذه مسألة أيضا مهمة. روى الحاكم والبزار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الكسب أفضل، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالبيع المبرور من أفضل الكسب، ولهذا يعني اختلف العلماء في المكاسب، أيها أولى، التجارات ولا الصناعات ولا الزراعات ولا الإمارات، وهذا بحث طويل ليس محله هنا الآن. على كل حال، البيع المبرور الذي استوفى شروط الصحة، وسيأتينا يعني أهم بحث في هذا الباب وهو شروط البيع. لكن قبل أن نأخذ الشروط نأخذ الأركان، أركان البيع، وسوف نبحث في كل باب من الأبواب القادمة الأركان والشروط حتى نتعود عليها وتصير عندنا ملكة في استنباط الأركان وكثير من الشروط بالضربة. الآن أركان البيع، الأركان البيع: البائع والمشتري
والسلعة اللي هو المبيع والصيغة اللي هو العقد. إذن أنت كيف تستخرج الأركان؟ بهذه الطريقة. شوف مين الأطراف العملية. أركان البيع إذن أربعة: البايع هذا ركن، والمشتري الركن الثاني، والمبيع اللي هي السلعة الركن الثالث، والصيغة التي تم بها البيع. طيب، من أهم المباحث أريدك أن تتقنه لأنه سيتفرع عليه بقية كل الفروع المتعلقة في الدروس القادمة في كتاب البيع: شروط البيع. شروط البيع المصنف سيذكرها الآن يعني في ضمن الكلام، لكن قبل أن يعني تذكر قال لك: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، وبعدين يقول: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، ولا بيع كذا ولا بيع كذا. في الحق هذا كله تفريع عن الشروط. أنت احفظ الشروط وسنحفظها قبل أن نخرج إن شاء الله. احفظ الشروط، كل الباقي يعني يدخل في معلومك إن شاء الله. إذن شروط البيع عند الحنابلة، نحن ندرس فقه الحنابلة، سبعة شروط: ثلاثة في العاقدين وأربعة شروط في المعقود عليه. إحنا عندنا العاقدان البائع والمشتري، وعندنا المعقود عليه اللي هي السلعة. فالشروط سبعة: أولها التراضي بين المتعاقدين، لابد يكون البيع عن تراضي كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضي، وفي الحديث: إنما البيع عن تراضي. يبقى التراضي شرط في العاقدين، فلا يصح بسيف الحياء، ما يصح الواحد يشتري من أحد شيئا بسيف الحياء، لابد أن يكون راضيا ولا بالإكراه: بيع لهذا وإلا قتلتك. أنا طبعا لازم أوافق، هذا لا ينعقد، إلا أن يكون إكراها بحق كما يكره الحاكم صاحب السلعة على بيعها لكي يقضي دينه الذي ماطل في أدائه، يبقى ده إكراه بحق. نعم. إذن الشرط الأول التراضي بين المتعاقدين. الشرط الثاني جواز التصرف منهما، يعني لابد أن يكون كل من المتعاقدين البائع والمشتري جائز التصرف. كيف يكون جائز؟ وهذا جواز التصرف هذا شرط في معظم ما سيأتي من الأبواب، إلا يكون جائز التصرف، لأن المعاملات والعقود يشترط أن الطرف المتعامل فيها يكون جائز التصرف حتى تستطيع أن تتعامل معه. فالمقصود بجائز التصرف أن يكون حراً بالغاً عاقلاً رشيداً، أن يكون حراً، لأن العبد ليس له تصرف، هو نفسه مال متقوم وسيده هو الذي يقوم به، لكن الحر العاقل، لأن المجنون مرفوع عنه التكليف، كيف تقاضيه إذا بالغاً، لأن الصبي أيضاً غير مكلف، رشيداً، الرشد زيادة عن مجرد البلوغ، ممكن يكون واحد بالغ لكن سفيه محجور عليه ممنوع من التصرف، لكن لابد أن يكون رشيداً. إذن جائز التصرف بمعنى هذه الأربعة: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد. إذن يشترط للبيع جواز التصرف منهم، لكن يصح بيع العبد إذا أذن له سيده، الاستثناءات، والعبد غير حر، لكن إذا أذن سيده. طيب، وإحنا قلنا من معنى جواز التصرف أن يكون بالغا، إذا غير البالغ لا يبيع ولا يشتري، هذا هو الأصل، لكن يصح بيع الصبي غير البالغ إذا أذن له وليه، إذا أذن له وليه. ولماذا يأذن له وليه؟ تدريبا، يدربه حتى يصير رشيدا. أنت تعطي الولد في السابعة والثامنة تقول له: انزل اشتري لنا خبزا، فإذا ذهب إلى الخباز وكان الخباز يعني دارسا للعلوم قل له: أنت غير جاهز التصرف، وصيح وغير جاهز التصرف، بس تدريبا أذن له وليه في ذلك. لكن أنت مش تقول للصبي انزل اشتري لنا شقة تمليكا أو قطعة أرض، ما في أحد يرضى أن يرضى، لكن يشتري لنا عشاء خبزا ويعني إداما ونحو ذلك، الأمر يتسع. الشرط الثالث ملكهما،
اللي هم مين؟ البائع والمشتري. ملكهما للمعقود عليه، للمعقود عليه، ملكهما للمعقود عليه. هو ايه المعقود عليه؟ السلعة بس ولا السلعة والثمن؟ السلعة والثمن. ملك البائع للسلعة وملك المشتري للثمن، وبهذا يصح البيع. وفي معنى ذلك الإذن بالتصرف، لا يلزم أن يكون مالكا، قد يكون مالكا وقد يكون وكيلا عن المالك، وقد أذن له المالك بالبيع أو بالشراء، وهذا الوكيل في الحياة. وقد يكون وصيا بعد الوفاة، أنا جعلت رجلا وصيا عني بعد وفاتي. وقد يكون ناظرا للوقف، كل هذه أبواب ستأتي. وقد يكون وليا اللي هو الحاكم. إذن ملك الطرفين للمعقود عليه شرط. هذه الشروط الثلاثة في العاقدين كما ترى، في البائع والمشتري. الشرط الرابع والخامس والسادس والسابع في السلعة المعقود عليها. الرابع أن يكون المعقود عليه مباح النفع مطلقا، أن يكون المعقود عليه مباح النفع مطلقا. يعني إيه مباح النفع؟ يعني مباح الانتفاع، فلا يصح ما لا نفع فيه، كغالب الحشرات. ما في واحد يبيع صراصير ولا يعني فئران ولا، لكن لماذا قالوا كغالب الحشرات؟ لأن من الحشرات من هو نافع فيجوز، من الحشرات ما هو نافع، دودة الصيد ودودة القز هذا يجوز بيعه لأن فيه نفعا، ولهذا قالوا فلا يصح ما لا نفع فيه كغالب الحشرات أو ما يحرم الانتفاع به. إذا حرم الانتفاع به لا يصح بيعه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا يصح بيع الخمر لأنه يحرم الانتفاع بها، ولا الخنزير لأنه يحرم الانتفاع بها، وهكذا. ولا يصح ما يباح الانتفاع به للحاجة لا مطلقا. هناك أشياء يباح الانتفاع بها ليس على الإطلاق ولكن للحاجة، كالكلب، كلب الحرس والماشية والصيد، يباح الانتفاع بالكلب في هذه الأشياء، لكن الأصل أن الكلب لا يصح بيعه. إذن الانتفاع بالكلب ليس مطلقا وإنما للحاجة، فحتى لو كان ينتفع به للحاجة لا يجوز بيعه. وسيأتي تفصيل هذا في كلام المصنف، لكننا نجمل معا هذه السبعة الشروط. خامسا من الشروط أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. لما تبيع حاجة تكون قدها كما يقولون، ما معنى قدها؟ يعني تقدر على تسليمها منعا للغرر، الغرر الجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل. فلا يصح أن تبيع عبدا آبقا هرب من سيده، أو تبيع السمك في المية كما يقولون، أو الطير في الهواء وأنت لا تقدر على يعني تسليمه، أو تبيع لنا ميدان الساعة مثلا أو ميدان المحطة. تشتري ميدان المحطة، موقع جميل ومساحة حلوة ممكن تبني عليها، طب وأنت تقدر تسلمني ميدان المحطة؟ يبقى أنت هذا لا يجوز. إذن من شرط البيع أن يكون قادرا على تسليمه، هذا الشرط الخامس. السادس أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما. معلوما يعني عند المتعاقدين، معلوما يعني عند المتعاقدين. كيف يكون معلوم المبيع؟ برؤية، بعني هذه السيارة أنا شايفها، أو بوصف، بعني يعني جهاز تسجيل ماركة كذا، أو بلمس، بعني هذا اللي أنا ماسكه، أو بشم، بعني يعني من الريحان ما، وبالتالي يباع الشيء المعلوم. فلا يبيع الشيء، فلا يشتري شيئا غير معلوم، كما لو اشترى حملا في بطن يعني أمه أو لبنا في الضرع منفردين، لكن لو اشترى الحامل وابنها ما فيش مشكلة، أو البقرة باللبن، لكن يبيع يشتري اللبن فقط وهو غير معلوم هذا لا يجوز، هذا كله دفعا للغرر والجهالة. بقي معنا السابع من شروط البيع والأخير. السابع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، هذا دفعا للغرر. يعني تقول لي بيع لي هذا الجهاز بكذا، لا تقول لي بيع لي هذا الجهاز وقول لك اشتريت وبعد ما أذهب واستعمله تقول لي هات الفلوس، كم الفلوس؟ تذكر مبلغا أكبر. إذن حتى لا يكون غرر
وهذا أصل في كتاب البيوع النهي عن بيع الغرر، هذا نص حديث. الغرر الشيء المجهول، لأن الغرر سيؤدي إلى الاختلاف والتضاغن والتباغض، أنت قصدت كذا وأنا قصدت كذا، أنا وجدته كثيرا وأنا أحسبه قليلا. إذن لابد أن يكون الثمن معلوما دفعا للغرر. واختلف العلماء السابقون هل يصح بيع بالرقم، والبيع بالرقم مشهور الآن في زماننا في الحقيقة، أن الحاجة يكون عليها ثمن يسمى رقم، يقول لك بعتك بالرقم، نحن نسميه الرقم بس هو القاف سكنة. بالرقم يعني إيه؟ يعني زي ما هو مكتوب عليه. فمنعوا هذا لأن فيه جهالة، ومنهم من أجازه. والصحيح أن لمنعه وجها ولإجازته وجها. من منع فيما لو كان اللي بيحط السعر هو نفسه، يعني مثلا كم تشتري هذا الكوب، قل لك بالرقم، تقول لي قبلت، ويطلع ان انا كتبت انا عليه من عندي 50 جنيها، يبقى لا. طب ما انا ممكن، لكن احيانا يكون المسعر الحكومه نفسها، فده يكون اكثر تطمينا للايه، ودي اسعار زي ما نشتري الدواء مثلا في بلادنا، والا مش في كل البلاد الدواء، في بلادنا احنا عارفين ان الادويه مسعره، فانا اشتريها بالرقم، قل هات لي دواء كذا. هو الرجل احيانا حتى في الاجهزه يحطه كده على جهاز يطلع السعر، هذا اشبه ببيع الرقم. فالصحيح ان بيع الرقم بيع الرقم لا يجوز في المذهب اللي احنا شغالين عليه حنبلة، لكن صححه شيخ الاسلام وفصل اهل العلم بالتفصيل الذي ذكرناه. ان كان الرقم يضعه البائع وبالتالي امر مجهول يبقى هذا فيه غرر، وان كان الرقم تضعه جهه محايده ومؤتمنه فهذا جائز ولا إشكال فيه. أمال فين الإشكال؟ الإشكال نحن لما بنذكر السبعة شروط نيجي نقول لك اكتبهم، تقول لي ومين يحفظ هذا الكلام؟ صح ولا لا؟ وأقعد أقول لك التراضي وجواز التصرف وملك الطرفين للمعقود عليه، وأن يكون المعقود عليه مباح النفع، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما عند الطرف، وأن يكون الثمن أيضا معلوما. صعبة ولا صعبة؟ صعب. نعم. فاحنا ممكن نعمل ايه تسهيلا عليك، انا وضعتهم لك في بيتين، اذا حفظت البيتين هتمشي في كتاب البيوع وانت على بصيره، ويكفيك منهما بيت واحد، خذه واكتبه عشان لما اجي لك في الامتحان الاولاني ان شاء الله اقول لك اذكر شروط البيع، ما تقوليش انا ده صعب. ها. فقد بعتما، انا بخطبك انت انت المشتري والبائع، اكتب البيتين. فقد بعتما ملكا مع الرشد والرضا مباحا ومقدورا مع العلم بالثمن. دي السبعه. الشطر الاول على اليمين وانت داخل، فقد بعتما ملكا مع الرشد والرضا، النص الثاني بتاع البيت، مباحا ومقدورا مع العلم بالثمن. هم دول السبعة، يكفيك هذا البيت. البيت الثاني للتوضيح اكتبه، ثلاثتها للعاقدين كليهما، ثلاثتها للعاقدين كليهما، هم البائع والمشتري، الثلاثة الأولين اللي في النص الأول، وأربع لمعقود عليه تعلما، وأربع وسكننا لضروره الشعر، لمعقود عليه تعلما. يبقى في ثلاث شروط للعاقدين كليهما، اللي هم فين؟ اللي فوق النص ده، اللي في النص الاول، اللي هم الرضا والرشد والملك، واربع شروط للمعقود عليه اللي هو السلعه، مباحا ان تكون مباحه، مقدورا مقدور على تسليمها، مع العلم تكون السلعة معلومة، بالثمن يكون الثمن أيضا معلوم. أنا أزعم أنك لو حفظت البيتين في أي وقت إن شاء الله في عمرك تجيب شروط البيع، زي ما أنت حفظت كده شروط لا إله إلا الله في الاعتقاد، وقلت علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، خلاص أرصهم لك من خلال هذا البيت.
والبعض حافظ الأبيات الثانية: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. المهم أنه هما سبع شروط للا إله، كلنا حافظينها تقريبا، ولا أنا مش تبقى مصيبة يعني أنا أكون سنة تانية ومش حافظ شروط لا إله إلا الله. فلما جينا نحفظها أخذنا بيت شعر فيه السبعة، هكذا شروط البيع السبعة بهذه الطريقة، بس لازم تحفظها. فقد بعتما ملكا مع الرشد والرضا، دول الثلاثة، مباحا ومقدورا مع العلم بالثمن، دول أربعة. ثلاثتها، ثلاثة اللي فوق في الشطر الأول، للعاقدين كليهما اللي هم الرضا والرشد والملك. شوف بقى ما تيجي تشرحهم تقول لابد من العاقدين البائع والمشتري من الرضا، ولابد من الرشد أن يكون رشيدين، ولابد من الملك. ها. وأربع لمعقود عليه تعلم. الأربع الثانية أربعة الشروط لإيه؟ للسلعة، إنها تكون إيه؟ مباحة ومقدورا، مقدور على تسليمها مع العلم، يعني أن تكون يكون المبيع معلوما، وبالثمن يعني أن يكون الثمن أيضا معلوما. إذا لو حفظت البتين هنكمل إن شاء الله الدرس هذا والذي بعده والذي بعده، وأنت في يعني شوف كده نجرب. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع المباع إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، ولا يجب حكمه على مسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اختنى كلبا إلا كلب مشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطا. طيب المصنف بعد ما قال البيع معوضة المال بالمال بدأ يتكلم فيما يجوز وما لا يجوز، والحقيقة أن عمدته فيما يجوز أو لا يجوز من البيوع هو البيتين اللي احنا هو شروط البيع. انظر، قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. مش احنا تقدم معنا أن كل مملوك ده الشرط الثالث اللي هو الملك، فإن بعتما ملكا مع الرشد والرضا فيه نفع مباح، نفع مباح ده اللي هو الشرط الرابع مباحا. وهو يقول: ويجوز بيع كل مملوك، يبقى يشترط لصحة البيع أن يكون مملوكا للبائع قبل أن يبيعه، لأن الحديث لا تبع ما ليس عندك، لابد أن تملكه، يعني ما لا تملك. طبعا يستثنى بهذا الجواز أن يبيع الإنسان ما لا يملك إذا كان بتوكيل من غيره، أو إذا أجازه غيره. ويستدلون على هذا بالحديث الذي فيه ظرف كثير، حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال: اذهب فاشتري شاه بالدينار. الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا، فالرجل أخذ الدينار وعايز يشتري شاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعايز يكرم نفسه ويخدمه، فماذا فعل؟ اشترى بالدينار شاتين مش شاه، وقف حتى باع إحداهما بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاه والدينار. إيه رأيك في الكلام الحلو ده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا، مع إن هو باع ما لا يملك، هو اشترى بالوكالة بالدينار شاتين، ورجع باع واحدة منهم هو لا يملكها، لكن لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جاز، كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز بيع كل مملوك، ليس فهذا فقط، لابد أن يكون فيه نفع مباح، فيه نفع مباح احترازا مما لا نفع فيه. إزاي الواحد يبيع حاجة ليس فيها نفع؟ هذا في نوع من تضييع المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فيه نفع احترازا مما لا نفع فيه. كلمة مباح احترازا من النفع غير المباح، هناك أشياء نفعها محرم كآلات اللهو، ويعني التبغ والخنزير والشطرنج والكلب ونحو ذلك، هذه من نفع لكن محرم فلا يجوز بيعه. نفع مباح أيضا يستثنى ما فيه نفع للحاجة ليس مطلقا، ك
كالكلب في بعض أحواله، ولهذا المصنف استثنى قال فيه نفع مباح إلا الكلب، مع أن الكلب فيه نفع مباح أحيانا، قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ للنص، نصا نهى عن ثمن الكلب، ما دام نهى عن ثمن الكلب يبقى ثمن الكلب محرم، والحديث في الصحيح وأيضا فيه ثمن الكلب خبيث، خبيث يعني محرم. إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. الجمهور لا يجوز بيعه مطلقا حتى الذي ينتفع به، هذا مذهب أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، إنه لا فرق بين مباح الاقتناء اللي هو كلب الزرع والصيد والماشية وغيره في التحريم، لأن النص عام نهى عن ثمن الكلب. لكن عند الأحناف وبعض المالكية يجوز بيع الكلب الذي يباح اقتناؤه، يعني بيع كلب الصيد وليس أي كلب، كلب الماشية والحرث. الصحيح قول الجمهور. بماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بعموم النهي، نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر، وبضعف الأثر الذي ذكره المصنف، أثر الاستثناء اللي هو قوله من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد، هذا الحديث ضعيف، وإلا لو كان صحيحا لكان شاهدا للأحناف. ولأن الاستثناء لو صح لكان النهي عن ثمن الكلب لغوا، لو صح الاستثناء إنه من اقتنى كلبا إلا كذا وكذا نقص من عمله، لكان النهي عن ثمن الكلب لغوا، لأن كلبا لا يصاد به ولا ينتفع منه في حرث أو ماشية لا يمكن أن يباع، ولماذا يحتاج الناس إلى يعني شراء كلاب إلا لحاجة ومصلحة. ولهذا الراجح ما ذكره في المذهب إنه لا يجوز بيع الكلب. قال ولا يجب غرمه على متلفه، واحد قتل كلبا ليس لصاحب الكلب أن يطالبه بالعوض لأن ثمن الكلب خبيث. ويبقى مسألة أخرى، هل يجوز قتل الكلب أو لا يجوز؟ الأصل أن الكلب لا يجوز قتله إلا إذا كان كلبا عقورا يتضرر منه. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطا. وتقدم إن الحديث فيه ضعف وبالتالي لا يجوز بيع الكلب مطلقا. طيب يدخل في هذا الباب، باب القاعدة اللي ذكرها، أن يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. احنا هنحاول مع قدر الإمكان نعطي بعض الصور العصرية يعني عشان المسائل تفهم. كل مملوك فيه نفع مباح، يعني بيع المنافع المباحة جائزة. يدخل في هذا المنافع المعنوية، الحقوق المعنوية، واحد مثلا يبيع حق التأليف، هو الذي ألف فيجوز لأن مؤلفه هذا، وحق الاختراع كذلك، واحد اخترع اختراع، والبرمجيات التي يفعلها المبرمجون، والإصدارات المسموعة والمرئية والمقروء، كل هذا يسموه حقوق معنوية يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها موافقة للشرط، مملوك أنا أملكها مباح. نعم، فهذا كله يجوز بيعه، ويجوز التنازل عنه بعوض وبغير عوض، ويورث أيضا للورثة. الورثة يكون أبونا كان اخترع يعني جهازا أو صنف تصنيفا أو يعني نحو ذلك، فهذا أيضا مما يجوز. لكن هذا لا يدخل في باب الإيجار، لو كان واحد أجير فالأجير يستثنى من ذلك، لأن الأجير عمله للمؤسسة التي يعمل فيها. يدخل في هذا أيضا المنافع المباحة في عصرنا، الاسم التجاري والعلامة التجارية، واحد عمل مشروع وصار هذا الدكان أو هذا الاسم له شهرة، الناس كلها تذهب إلى يعني مطعم كذا أو شركة كذا أو تشتري سلعة كذا، فلما نيجي نقومها بنقومها البضاعة الموجودة ونضيف عليها إن شئنا، وإذا أراد صاحب المنافع الاسم التجاري أو العلامة التجارية الماركة المسجلة، كل هذا يجوز بيع لأنه داخل في الشرط
منافع مباح، والعنوان التجاري يدخل في هذا التجاري. إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، ويدخل في هذا أيضا بدل الخلو. واحد استأجر دكانا لمدة 10 سنين، وفي السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو التاسعة جاء صاحب البيت وقال له أنا بحاجة إلى هذا الدكان أو هذه الشقة. قال له أنا من حقي أن أتم المدة. قال له بارك لو أعطيك بدل على أن تخلي لي هذا الدكان أو هذه الشقة، هذا أيضا داخل لي لأنه نفع مباح، هذا من حقي أن أنتفع به وقد بعتك هذا الحق. إذا المهم من الصور العملية الواقعية. نعم. ولا يجوز بيع ما ليس بملك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولادة عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. نعم. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. ليه؟ لو سألتك الآن لا يجوز بيع ما ليس بمملوك. لو أنت حافظ البيتين تقول لأن من شروط البيع أن يكون فإن بعتما ملكا، ده أول حاجة، فإن بعتما ملكا مع الرشد والرضا، لأن من الشروط أن يكون ملكا لبائع، فلا يجوز بيع ما ليس مملوكا لبائع إلا بإذن مالك. ممكن يكون واحد وكيل فيبيع بإذن المالك كما يفعل المحامون والوكلاء وغيرهم، أو وصي بعد وفاة المسؤول، أو ناظر للوقف، أو حاكم. نعم. إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، هذا دور الحاكم، ولاية عليه إذا كان ولي اليتيم مثلا. اليتيم لا يجوز أن يبيع، لماذا؟ لا، ما احنا لازم نفكر مع بعض، لأنه فاقد للرشد، فاقد للأهلية، غير جائز التصرف. من الذي يتصرف في أموال اليتيم؟ هو لا يتصرف في حق نفسه لأنه غير جائز التصرف، يبقى يتصرف في حقه لمصلحته طبعا وليه. والسفيه كذلك، واحد بالغ لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه، وسيأتي هذا في باب مستقل، وإنما يتصرف في ماله الولي. والمجنون من باب أولى، تصرف في ماله وليه، لكن يتصرف مطلقا ولا فيما فيه مصلحة هذا اليتيم أو هذا المجنون إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيها مصلحته. إذن هذا أيضا مرجعه إلى الشرط، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالك. طب تطبيقات عملية على هذا يدخل فيه، يدخل فيه بيع ما ليس بمملوك، يدخل فيه أن تبيع ما ليس عندك، ما لا تملكه، كما يفعل بعض التجار الآن، وهذا كثير جدا في أصحاب التجارات، أنه يأتي الزبون يقول لك أريد كذا كذا، هذا ليس عندك وأنا كنت تشتغل فيه، فتقول موجود، يعطيك عربون وهو ليس عندك، فقد بعت ما ليس عندك، هذا لا يجوز. أنا أبيع مثلا أكوابا، لكن حظي وحظك ان اللحظه التي جئت الي في ليس عندي هذا الصنف، فتقول لي اريد ان اشتري منك كذا، اقول لك موجود، تعطيني جزءا من الثمن ويتم عقد الصفقه وانا ليس عندي هذا، هذا لا يجوز. كيف تخرج من هذا؟ تقول له تعال غدا تجد، اكون انا تصرفت وملكت. او سياتينا بعد قليل بيع السلم، انك تاخذ الثمن كله حتى لو كان مش عندك، هذا يسمى بيع السلم. إذن في حاجتين أمران مباحان عادة لا يفعلان، والأمر الثالث هو الذي يفعله الناس، أن التجار من الجاش عايز يبيع حتى لو كان ليس عندك، يقول ما أنا هروح أشتري. لا يجوز، إن كان ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. إذن ماذا تفعل لو ليس عندك؟ إما تقول له خلي فلوسك معك وتعال غدا أو في الوقت الذي أحدده لك حتى أشتري، هذا يجوز، أو تقول طب ادفع الفلوس كلها، إنما عربون ما ينفع العرب. إذن هذا أيضا مما لا يجوز، لأنه داخل في نفس فقد هذا الشرط. من ذلك أيضا العقود الآجلة في البورصة ونحوها، بيعملوا عقود آجلة يسموه بيع المكشوف، تباع السلع والأسهم اعتمادا على
أنه سيشتري فيما بعد، وهذا مصيبة في البورصة. معظم أعمال البورصة على الناس بيدخلون البورصة هو قاعد على الشاشة، تشتري مدينة طنطا أشتريها. طب وبعدين لك أما نيجي ساعتها أما نيجي نصفي في آخر حلها ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش. تشتري 100 طن قمح، هو لو هو باعوه مش هيجيب 20 جنيه، بس بيشتري على الشاشة 100 طن قمح ويرجع يبيعها ويشتريها ويبيعها ويدخل الناس كلهم على الهوى. ولما نيجي يبقى الحقيقة أول واحد اشترى في بداية الدورة وآخر واحد في النهاية، والباقي اللي في النص كلهم بيعملوا إيه؟ مقامرة، نوع من هذا يخالف هذا الشرط المذكور، يبيع ما ليس عنده ليس بمملوك له. هو معتمد ممكن يشتريه بعد كده لو احتاج، هذا لا يجوز. كذلك ما تفعله بعض البنوك والشركات المتعاملة بالتقسيط من إجراء العقود أولا ثم بعد هذا يبدأ يتملك ويبيع، يعني يعمل معك عقد على حاجة غير موجودة، تشتري سيارة ماركة كذا وكذا، نعم أبيعها لك، ويكتب لك عقد إن أنا بعتك سيارة كذا وكذا، وهو لا يشتري ولا يبيع ولا عنده، لكن لما يأخذ منك المال يذهب فيشتري السيارة، هذا يعني لا يجوز. طيب، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، يعني إذا أذن المالك للوكيل أو للوصي. ولا بيع ما لا نفع فيه، يعني لا يجوز أيضا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. طبعا ذكرنا معظم الحشرات، وإدراك حشرات يجوز لأن فيها نفع، حشرات دودة القز ودودة الصيد ونحو ذلك، مع أنها حشرات لكن فيها نفع. إذن هو أطلق قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، يعني غالبا لأنه لا قيمة له. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه. مما لا نفع فيه أيضا في المعاملات الحديثة المؤشر، عارفين المؤشر يطلع في نشر الأخبار في مؤشر كذا ومؤشر كذا، المؤشر ده عبارة عن رقم حسابي يحسب بطريقة يعني إحصائية لبيان حجم التغير في الأسواق، هذا نوع من المقامرة. لك مؤشر كذا بتاع اليابان بيقول إن السوق طالع والسوق نازل، هذا نوع من المقامرة، هذا مما لا نفع فيه. ولا ما نفعه محرم، في حاجات فيها نفع لكن نفع محرم، كآلات اللهو فيها نفع لكن محرم، والخمر فيها نفع لكنها محرمة، والكلب فيه نفع لكنه محرم، والصور والملابس المحرمة لتشبه أو يعني نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. الأصل هذا في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا ربنا حرم الكلب أو الخنزير حرم ثمنه، حرم الأصنام حرم ثمنها، ولهذا اللي يأخذ أصنام من يكتشف يعني كنزا في أصنام، هو لما يبيعه على أنه صنم أغلى بكثير من يبيعه على أنه ذهب، ومع هذا لا يجوز بيعه كصنم، إن الله حرم بيع الأصنام، وما ليعمل إيه إن كان لابد يبيعه على أنه ذهب، بس يطمس الله. ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميت. نعم. إذن ليه ما نفعه محرم؟ كل الكلام ده داخل في الشروط، لأن إحنا قلنا أول شرط من الشروط الأربعة في الشطر الثاني مباحا، يبقى هذا غير مباح، المحرم غير مباح. ولا بيع معلوم كالذي تحمل أمنه أو شجر أو شجرته، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم فيه، ولا معجوز عن تسليمه كالآبد والشارب والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاد من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صدرة. نعم، هذه كلها يعني تطبيقات على بقية الشروط. لكن قبل أن نستكمل، إحنا أخذنا بيع الكلب، طب بيع السنور اللي هي القط، على ذكر الكلب الناس كسر شراءها للقطط، لما صار عندهم فراغ، لقد هاجر الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، واحد يجيب كلب ويتصور معه، واحد يجيب قطة وينام جنبها، فضيل. نعم، فقلنا الكلب مطلقا لا يجوز أن يباع. طب والسنور؟
عند الأئمة الأربعة يجوز بيع السنور، وحملوا النهي في الحديث على التنزيه لئلا يتمانعه الناس. والصحيح خلاف الأئمة الأربعة أنه لا يجوز بيع السنور القط، لأن في هذا نصا عند مسلم من حديث جابر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. حديث عند أبي داود والترمذي. والقول بمقتضى الحديث يقتضي التحريم، وهذا قول جابر راوي الحديث وأبي هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة. ومن التابعين أيضا قول طاووس ومجاهد وجابر بن زيد، وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، ونصر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وله فيه بحث. إذن يقدم الحديث وهذا الراجح. انظر نص: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. لكن وجه الأئمة الأربعة في إجازة بيع السنور دون الكلب أنه حملوا النهي على التنزيه لئلا يتمانعه الناس، لأن السنور يعني يختلف عن الكلب. الرسول صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة عن القطة قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالاستعمال القطط مباح بخلاف الكلب. فقالوا نهى عن ذلك حتى لا يتمانعه الناس، لأن ده من المروءات. واحد عنده قطة ولدت فيعطي كل جار من جيرانه، يعني يبتليه نعم، فحتى لا يتمانع هذا الناس إن كان فيه نفع. لكن لسنا بحاجة إلى هذا التخريج ما دام النص واضحا ما معنى زجر عن ثمن الكلب والسنور، خصوصا أنه قارن بينهم. فالراجح أنه ينهى عن بيع السنور. نرجع لبقية البحث. قال: ولا بيع المعدوم. ولا بيع معدوم، المعدوم ده الشرط الخامس. لو تأملت شوف الشرط الخامس بيقول إيه: مباحا ومقدورا. مقدورا يعني مقدور على تسليمه، والمعدوم غير مقدور على تسليمه. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأنه ما يدري ما الذي تحمله الشجرة من الثمر، ولا ما الذي تحمله الأمة، هتجيب ولد ولا ولدين ولا ولد وبنت ولا خمسة مع بعض، ولا مش هتجيب حاجة. كل هذا يعني مجهول غير مقدور على تسليمه. ولا المجهول، والمجهول ده الشرط السادس. المجهول اللي احنا بنقول فيه مع العلم، اشترط العلم، فلا بد ان تعلم المبيع. فاذا كان مجهولا كيف تبيعه، سواء مجهول الصفة او مجهول بعتك سيارة. طب اي سيارة؟ ده في سيارة ب10,000، وفي سيارة ب200,000، وفي سيارة تحط جنبها 1,000 جنيه وتمشي لصاحبها. إذا في فرق كبير إذا هذا نوع من الجهالة تعذر معه البيع، مجهول الصفة أو مجهول المقدار عند المشتري. هذا مذهب الجمهور. لكن عند الأحناف يصح وله الخيار، يعني يصح بيع المجهول، لكن لما يرى له الخيار إما يمضي أو لا يمضي. وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وجعله شبيها ببيع الفضولي. الفضولي سيأتينا بيعه أنه يتوقف أيضا على. طيب قال: ولا الغائب الذي، طبعا سيأتينا في بيع المجهول الدرس القادم يدخل في بيع المجهول الملامسة والمنابذة والحصاة للغرر. واحد يقول لك لما الثوب اللي تلمسه يبقى هو اللي انت خدته، ده شيء مجهول. ارمي الحصى والمكان اللي تقع عليه يبقى هو ده. هذا كله أشياء من المجهول ستأتي تفصيله. والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، يعني لا يجوز الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، لأن يعني في نوع من الجهالة. ولا معجوز عن تسليمه، ده الشرط الخامس أيضا، غير مقدور على تسليمه. كالآبق: بعتك عبدي الذي أبق. الله يعينك لو عرفت تجيبه خذه ب1,000، طب ولو ما عرفتش أجيبه، هذا نوع من الغرر. والشارد: بعير، بعتك بعيرا لكنه تهمن، طب وأنا كيف تبيعني شيئا وأنا لا أستطيع. والطير في الهواء، شايف السرب اللي في الهواء ده، خذه بجنيه وأنت مش ضمنه. والسمك في الماء، عندي ترعة مليانة سمك
خذها فقط بخمسين جنيه فيها سمك يعني به آلاف، هذا كله غير مقدور على تسليمه، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع. فإن كان يمكن استلامه، أحيانا يكون بقى دايما الأمور المتجددة، ما أنا ممكن أبيعك سمك في مية بس في مزرعة، مزرعة سمك تفرق، مش في البحر. أشتري سمك في مزرعة السمك وأروح أعمل إيه؟ أروح بالآلة أشفط المية كلها، يفضل السمك فين؟ أجمعه. إذن هذا لا يقال هذا غير ما هذا مقدور في المزارع الخاصة، مقدور على استلامه. أو هناك بعض الطير عادته العودة إلى مكان، طيور المهاجرة بيطلع في فصل معين وبعدين يرجع في وقت معين إذا أمكن، فهذا لا بأس به لأنه مقدور على تسليمه. ولا بيع المغصوب لنفس السبب إلا لغاصبه، واحد هو الذي غصبه، واحد غصب منك أرضا واصطلح معك على أن يشتريها، هي مغصوبة بس هو صاحبها الذي المشتري هو الذي غصبه، أو لمن يقدر على أخذه منه، واحد ما شاء الله فتوة قال لك أنت فلان أخذ منك كذا، طب بيعه لي وأنا هعرف آتي به منه، هذا يجوز لأنه يقدر على تسليمه. ولا بيع معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع، ليه؟ هناك جهالة، واحد عنده 20 عبد قال لك بعتك واحد منهم، طب ما هو منهم القصير والطويل، منهم اللي عنده صنعة، ومنهم الأخرق، منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم اللي يساوي 1000 واللي يساوي 100,000 والذي لا يساوي شيئا، إذا هناك جهالة. كعبد ولا بيع غير معين، لابد من التعيين، لكن غير معين كعبد من العبيد أو شاة من القطيع هذا في جهالة، وقد نهى عن بيع الغرر اللي هو الجهالة. إلا فيما تتساوى أجزاؤه، الأشياء المتساوية يجوز بيع واحد منها كلها زي بعض، كقفيز من صبرة، والصبرة يعني الكومة من الطعام، واحد كده عنده الأطعام عبارة عن إيه؟ أكوام أكوام كلها قد بعض، زي مثلا البرسيم، هذا كومة برسيم وكومة برسيم وكومة، كل شكل واحد وحجم واحد فيما يظهر، بعتك واحدة منها هذا بأس به، بس مش عشان يأكله طبعا، حتى يطعمه يعني بهائمه. كقفيز من صبرة يعني هذا يجوز. نكمل ولا خلاص كده؟ إن شاء الله عندكم نشاط بالإجماع، خلاص كده خلاص. إذن يعني نكمل البيوع المنهي عنها، وهي أيضا فرع عن استيفاء الشروط. يبقى احنا أول شيء نفعله إن شاء الله المرة القادمة نسأل عن بعض ما ذكرناه في الديباجة، وأهم ذلك شروط البيع. أقول لك ما شروط البيع، وما الثلاثة المتعلقة بالعقدين والأربعة المتعلقة بالمعقود عليه، تريح نفسك وتقول البتين. فإن بعتما ملكا مع الرشد والرضا، مباحا ومقدورا مع العلم بالثمن. فصل الكلام ده، ثلاثتها للعاقدين كليهما هم فوق في النص الأول، وأربع لمعقود عليه تعلم. يقول يعمل في مصنع بلا بلاستيك، وأنا الذي أحاسب العميل، وإذا جاء الرجل ليعمل لازم يدفع عربون. قلت ما في بيع عربون هو. لا، العربون في الصناعة غير العربون في التجارة. العربون في الصناعة جائز، واحد هيعمل لك كرسي بلاستيك ولا يعمل لك أي حاجة تعملها ودفع جزءا، هذا لا بأس به، لكن لا يجوز في التجارة إذا كانت ليس عندك. واضح الفرق بين الاثنين؟ ليس عند السلعة وأخذت منه العربون على سبيل الوعد بالمجيء، بمجيء السلعة ولضمان صحة كلامي، هو ده غلط، لا يجوز. حتى لو عايز تضمن صحة كلامي أنت تبيع ما ليس عندك، طب أعمل إيه؟ ما خدش منه أقول له أنا كلامي وعد، خلي فلوسك معاك، مش هيجي، خلاص ما فيش رزق، عايز أمسكه، خد منه فلوس كلها. إذن في مخرج، بس مخرج شرعي.
ما الفرق بين أخذ المال كله أو أخذ عربون في حالة السلعة غير الموجودة؟ الفرق هو الفرق بين وأحل الله البيع وحرم الربا، فرق بين الحلال والحرام مع علم ثمن السلعة ووقتها. هو هذا الفرق، الفرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وأنت بعت ما ليس عندك. طب لما أخذ فلوس كلها وهو ليس عندي، هذا وسيلة جائزة، بيع السلم، رخص النبي في السلم مع أنه ليس عندك لكن رخص في هذا. هو ده الفرق بين العلم والجهل. بعت له السلعة بالقسط وتعثر في السداد فأجبرته على بيع السلعة لدفع القسط. الأصل في هذا قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، سيأتي معنا أنه يلزمك أن تصبر عليه بشرط أن يكون فعلا معسرا، وأنت بتقول تعثر في السداد فرض عليك أن تنظره وأن تصبر عليه. أما إذا كان مماطلا ففي هذه الحالة تلجأ إلى الحاكم، الحاكم هو اللي يلزمه ببيع السلعة حتى يدفع ثمنها. واضح أنه السؤال ده بتاع اللي فات كفاية كده عليه. لاحظوا ان الكلام هيجي كتير لسه، احنا عايزين ما نستعجلش نطلع كل يكفي هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.